السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج ملفات. في إطار التكليفات الرئاسية للحكومة بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مع مراعاة البعد البيئي، تسعى الحكومة لتحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميا إلى 50%، وذلك بحلول عام 2025. يأتي ذلك على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود، كما يتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية المصرية ورفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي للبلاد. للحديث حول مدى أهمية التوسع في الاستثمارات الخضراء في مصر ومردودها اقتصاديا واستثماريا وبيئيا، يسعدنا أن نستضيف معنا الليلة داخل الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد سعادة، أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم بجامعة القاهرة. بنرحب بك دكتور. معنا أيضا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عرفان فوزي، الباحث والخبير الاقتصادي والأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي. بنرحب بك أستاذ. أهلا وسهلا فندم. لكن اسمحوا لنا نبدأ بتقرير أعده الزميل محمود عمر حول هذا الموضوع، ثم نعود في هذه الحلقة من برنامج ملفات. التحول إلى اعتماد اقتصاد أخضر يشكل فرصة تاريخية لتعزيز موقع مصر في القطاعات الصناعية الجديدة وتقوية تنافسيتها في مجال التكنولوجيا الخضراء الموجهة للتصدير، كما أنه يشكل فرصة كبيرة لتطوير الخبرات والمعارف الصناعية في مجال التكنولوجيات الخضراء في إطار رؤية التنمية المستدامة. هذا النموذج الاقتصادي سيمكن من اعتماد المتطلبات البيئية والاجتماعية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي المساهمة في ضمان نمو مستدام يحافظ على مصالح الأجيال القادمة. لا شك أن مختلف المبادرات المهمة التي تم إطلاقها في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الاستراتيجية منها كتعبئة الموارد المائية والمحافظة على البيئة وتنمية الطاقات المتجددة، والتي ستساهم في تقليص استخدامات الوقود الأحفوري وترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد المائية والتخفيف من تدهور الأنظمة البيئية الطبيعية بمصر. وقد أظهرت الدراسات أن القطاعات الأربعة للطاقات المتجددة والتطهير السائل وتصفية المياه العادمة وإعادة تدوير النفايات الصلبة توفر إمكانيات كبيرة في مجالي خلق الثروات وفرص العمل. هذه القطاعات ستساهم بشكل فعال في القضاء على الانعكاسات السلبية على البيئة والمجتمع، ولا سيما استغلال هذه المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية، والذي يظل مرهونا بتطوير سياسة صناعية واضحة ووضع مخطط استباقي للحاجيات على مستوى الكفاءات والخبرات في مجال التكنولوجيات الجديدة الخضراء. ومن هذا المنطلق، فإن مصر تراهن في المدى المتوسط والبعيد على أن يتم بالتدريج إحلال الطاقة المتجددة النظيفة والدائمة محل الطاقة الأحفورية، وبفضل المشاريع الكبرى التي تنفذها مصر في هذا المجال ستلبي الطاقة النظيفة متطلبات الدولة، كما ستكفل مواجهة التحولات المناخية الناجمة أساسا عن استخدام الوقود الأحفوري المسبب لانبعاثات الغازات الدفيئة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج ملفات مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد سعادة، أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم بجامعة القاهرة، والدكتور عرفان فوزي، الباحث والخبير الاقتصادي والأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي. نبدأ يعني بالتعريف أستاذ دكتور عرفان. نعم. ما هو المقصود بمفهوم الاقتصاد الأخضر، وما هي علاقته بالتنمية؟ تمام. الاقتصاد الأخضر طبعا ده مفهوم يعني مرتبط بالتنمية المستدامة، لأنه أحد روافد التنمية المستدامة بنسميه الاقتصاد النظيف، الاقتصاد الذي يحافظ على البيئة، الاقتصاد الذي يراعي الأجيال القادمة، الاقتصاد الذي يحقق العدالة بين لأنه بيراعي الفئات الفقيرة، بيحاول يحقق المساواة، بيحافظ على البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون، من خلال انه يمنع الاحتباس الحراري،
علاقته بالتنمية المستدامة. التنمية المستدامة طبعا احنا كلنا عارفين مفهوم التنمية المستدامة، انه في الماضي كان الفكر الاقتصادي قائم على انك انت بتحاول تستفيد من كافة الموارد الموجودة باقصى قدر بدون ان تعمل حساب الاجيال القادمة. بدأ في بداية الخمسينات القرن الماضي التوجه الفكري يختلف، ان احنا الموارد دي المحدودة دي مش ملك لنا احنا فقط، دي ملك للأجيال كلها، ملك لابد أن نورث أولادنا وأحفادنا بيئة يستطيعوا أن يعيشوا فيها. فبدأ التوجه أن لا، احنا التنمية المستدامة أن احنا نحاول نحافظ على البيئة، نحافظ على مقدرات هذه الموارد، لأن الموارد دي لو نضبت الأجيال القادمة ستعيش في قحط. ثم تلا بعد ذلك في قمة الأرض، مناخ الأرض اللي عقدت في 92 وعقدت في 2012، فكرة ان احنا الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد النظيف، اللي هو اللي اعتمد على ان احنا زي ما قلت لحضرتك كيفية ان احنا نجعل من هذه البيئة تصلح لنا وتصلح لأولادنا، والاستغلال الأمثل لها بدون ان نضر بها ونضر بالأجيال القادمة. نعم. طيب دكتور محمد سعادة، يعني دور العلم في هذه المسألة، يعني هل مبدئيا يعني هل من الممكن بالفعل التحول لآليات مثلا لإنتاج الطاقة بشكل بعيد عن التلوث الذي ينتج عن الوقود الأحفوري؟ هل هناك بدائل بالفعل قابلة للتطبيق ومن الناحية الاقتصادية، يعني لها جدوى اقتصادية؟ طبعا. بداية أنا بشكر حضرتك يعني والستاف في البرنامج كله على الدعوة الكريمة دي، ولي الشرف أني أبقى موجود في التلفزيون المصري وأشارك في الله يحفظك وأشارك في البرنامج الممتاز، يعني ملفات بتاع حضرتك. يعني هو طبعا الطاقة زي ما حضرتك عارف والسادة المشاهدين عارفين هي عصب الحياة، هي المحرك الرئيسي لكل أشكال الحياة، سواء من التحرك كمواصلات، كالغذاء، كالمية، النواحي الصحية، كل النشاطات الإنسانية بتبدأ بمصدر للطاقة. مصادر الطاقة التقليدية المعروفة اللي هو الوقود الأحفوري اللي هو البترول مثلا والفحم والغاز الطبيعي، هي مصادر كمياتها ثابتة وغير متجددة، وبالتالي على المدى البعيد ممكن يحصل لها نضوب. ومع التقدم الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والاحتياج المتنامي للطاقة في ظل طبعا الزيادة السكانية وزيادة يعني أشكال النمو الاقتصادي عموما، لازم يبقى فيه بحث عن بدائل مستدامة للطاقة. البدائل دي متوفر منها دلوقت مثلا زي ما يعني ما حضرتك عارف والسادة المشاهدين، زي مثلا مصادر طاقة من الرياح أو من الطاقة الشمسية، ومصر بتتمتع بجو صحو الشمس موجودة فيه تقريبا على مدار العام، بالإضافة لطاقة الأمواج مثلا اللي هي حركة الأمواج الميكانيكية نقدر نولد منها برضو طاقة كهربية. فالمصادر المتنوعة للطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد للطاقة هو لازم يبقى له نسبة من مستقبل الطاقة في مصر وفي العالم ككل. وزي ما حضرتك قلت إن العلم له دور رئيسي في توفير بدائل للطاقة بتكلفة ليها ما تبقاش أكتر من المردود الاقتصادي بتاع هذه الطاقة. يعني مثلا تنمية الخلايا الشمسية وتصنيعها محليا بتكلفة قليلة، وبحيث ان تدينا كمية كبيرة من الطاقة الكهربية، ده دور العلم في تنمية حاجة زي كده. كذلك الحال تنمية برضو اللي هي المراوح الهوائية اللي هي بتولد الطاقة الكهربية من حركة الرياح والكلام ده، لازم العلم يبقى له دور، وهو العلم فعلا ليه دور في هذه الأمور. يعني تمام. يعني تكررت كلمة السندات الخضراء دكتور عرفان، يعني ومصر يعني يمكن أوائل الدول التي طرحت سندات خضراء. ما هي هذه السندات ويعني ماذا تستهدف يعني وما هو اختلاف عن السندات العادية؟ طيب. أولا نحن قبل ما نتكلم عن السندات الخضراء نتكلم على أنه من أهم
عشان نقدر نفرد الاقتصاد الاخضر مصادر تمويله. تمام. وده الموضوع اللي شاغل العالم كله، حتى في القمه الاخيره اللي عقدت بيبحثوا عن مصادر التمويل، وبدات بعض الدول الامم المتحده تلزم بعض الدول زي الدول العربيه انها لابد ان تخصص مثلا قدر معين من الناتج المحلي لتمويل الاقتصاد الاخضر. نعم. قدر ب 200 مليار دولار. وبعض الشركات حاليا اللي هي الشركات الكبرى بتلقى على نفسها دور او عطف اجتماعي انها بتدعم المشروعات الخضراء عن طريق تجنيب جزء من ارباحها لدعم المشروعات الخضراء. عندنا برضو في مبادرات من جهات دوليه زي الاتحاد الاوروبي للنمائي، في مصر برضو عمل مبادره خاصه بالاقتصاد الاخضر. ده على المستوى الدولي يعني التمويل. طب احنا على المستوى الداخلي تمويلنا ايه؟ الحكومه برضو في ناحيه التمويل وضعت مشروعات كثيره، مثلا في خطه 2020-22 قدرت حوالي 436 او 416 مشروع اقتصاد اخضر، قدرته وعملت له حوالي 440 مليار جنيه بواقع 36% من اجمالي الميزانيه من اجمالي المشروع المبالغ المخصصه للمشروعات الاستثماريه. اذا الدوله كانت دور متوجهه لدعم الاقتصاد الاخضر. طب فين دور بقى المؤسسات والافراد؟ دور المؤسسات والافراد من خلال الاكتتاب. الاكتتاب احنا طرحنا حاجه اسمها السندات. ما ينفعش نطرح اسهم عشان خاطر ان انت عارف الاسهم بيرتبط بالربحيه والخساره فعايزين نقول للممول او المواطن اللي عايز يكتتب في هذه الشركات تعالى ان النظام اللي فيه سندات خضراء اكتتب فيها بهدف انك نقدر نمول هذه المشروعات. طبعا معروف السند انه بياخد فايده اللي بيكتتب فيه ثابته وما يتاثرش بالربح ولا خساره وحقه محفوظ كانه دائن بهذا المبلغ لدى الجهه اللي اصدرت السند. الدوله بتصدر السندات خضراء لتمويل المشروعات الخضراء وتم الاكتتاب فيها فعلا، وكانت تعتبر مصر من الدول الرائده في هذا المجال، وحي بعض الدول العربيه برضو لها تجارب في هذا المجال زي المغرب على سبيل المثال، لها تجربه قويه جدا في موضوع الاقتصاد الاخضر. طبعا احنا حاليا حتى يعني لحد معلوماتي انه طب ايه المشروع اللي بقى نقدر نكتتب فيه الاقتصاد الاخضر؟ عشان لابد ان في رقابه على فكره المشروع الاقتصاد الاخضر باليات اللي قلناها، اللي هو المشروع الذي يستهدف الحفاظ على البيئه وتحقيق العداله الاجتماعيه ومكافحه الفقر وتوفير فرص عمل وبطاله للمجتمع. دي هي مقومات اي مشروع اقتصاد اخضر. طيب هيئه الرقابه الماليه طرحت انه ممكن تعمل لجنه استشاريه خاصه بال او لجنه خبراء تبحث المشروع، وبالعكس وطرحوا كمان مع التنسيق مع وزاره البيئه متابعه هذه المشروعات انها بالفعل تستهدف الحفاظ على البيئه وتستهدف محددات الاقتصاد الاخضر للنمو به. فمصر طرحت فعلا زي ما قلت حضرتك سندات للتمويل، سندات وغير السندات انها بتمول، قامت مشروعات كثيره. واحنا في مجال حديثنا نتكلم على مشروعات اللي قامت بها مصر للاقتصاد الاخضر على سبيل المثال، اللي احنا نتكلم في مجال الزراعه مشروع مليون نخله، مليون ونص فدان، ده كله ده يعتبر مشروعات خضراء. ال 100,000 صوبه دي كلها توجهات من الدوله، غير بقى مشروعات الطاقه الشمسيه. تمام. اللي عملتها الدوله. تمام. طب دكتور سعاده، يعني بيتردد ايضا مصطلح الهيدروجين الاخضر. نعم. يعني ما هو هذا الهيدروجين الاخضر وما هو اختلافه عن الهيدروجين العادي يعني؟ ايوه. هو كلمه الاخضر طبعا الهيدروجين ده غاز عديم اللون. الأخضر اللون ده بيرجع إلى مصدر إنتاج الهيدروجين. الهيدروجين مصدره ممكن نقول أحد المصادر الرئيسية ليه هو التحليل الكهربي للمية، لأن المية مكونة من الهيدروجين وأكسجين، فالتحليل الكهربي للمية بيحول المية إلى مكوناتها الأساسية اللي هو غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين. والغازات دي عديمة اللون، في غازات تانية ملونة زي مثلا أكسيد النيتريك مثلا، ده غاز بني، إنما الهيدروجين نفسه ملوش لون. فكلمة الهيدروجين الأخضر بتعتمد على مصدر الطاقة الكهربية اللي عملنا بيه التحليل الكهربي. فإذا كان مصدر الطاقة الكهربية ده من مصدر متجدد زي طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، في الحالة دي بينتج تيار كهربي، التيار الكهربي ده أقدر أعمل بيه التحليل الكهربي للمية.
فبالتالي بيطلع لي هيدروجين، والهيدروجين ده بالمناسبة هو تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة كيميائية، كأني بختزن الكهرباء بخزنها في صورة غاز، الغاز ده ممكن استعمله بعد كده واسترجع منه الطاقة بتاعته. فلون يعني أو كلمة الهيدروجين الأخضر هي بتنصب على مصدر الطاقة الكهربية اللي بننتج بيه غاز الهيدروجين. في ألوان تانية طبعا، يعني مثلا نقول الهيدروجين الرمادي أو الهيدروجين الأزرق، ودول عادة بيبقى الهيدروجين مصدره جاي من الغاز الطبيعي، لأن هو زي غاز الميثان مثلا بنعمله بعض التفاعلات الكيميائية وبنقدر نستخلص منه الهيدروجين. كذلك الهيدروجين مثلا الأصفر لو مصدر الطاقة الكهربية جاي مثلا من طاقة نووية، يبقى في الحالة دي بسميه الهيدروجين الأصفر. في كل الأحوال أنا بحصل على غاز الهيدروجين، وده يعتبر من مخزن للطاقة الكهربية، ممكن أستخدمه بعد كده أني أحرقه في خلايا الوقود، أحرقه كهروكيميائيا بطريقة كهروكيميائية، بحيث أن أفعله تاني مع الأكسجين ويطلع لي المية، والمية يبقى ناتج ثانوي بالإضافة للكهرباء. يبقى الكهرباء اللي أنا أنتجتها قدرت أخزنها في صورة هيدروجين، ووقت استخدام الهيدروجين أقدر أرجعه تاني إلى طاقة كهربية. مصطلح الأخضر برضو بيدل على أن الناتج الثانوي من عملية احتراق الهيدروجين هو المية، والمية غير ملوثة للبيئة، ده غير الوقود الأحفوري اللي لما بحرقه أو بأكسده بمعنى أصح بيطلع لي غاز ثاني أكسيد الكربون اللي ليه طبعا أضرار كبيرة زي يعني ما الناس عارفة وزي ما حضرتك عارف. تمام. طب اسمحوا لنا نعرض تقرير عبد الزميل محمود علي رصد فيه أهمية الاقتصاد الأخضر في دعم التنمية المستدامة، ثم نعود في هذه الحلقة من ملف. قطعت مصر خطوات كبيرة على طريق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعد مجالا واعدا لخلق فرص العمل والتنمية، وذلك ضمن استراتيجيتها للحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تدهورها وتحقيق التوازن البيئي والتنمية المستدامة. مصر اتجهت مؤخرا الى اصدار اول سند للاستثمارات الخضراء بنحو 750 مليون دولار، وده يعني بيشير الى ان هناك مشروعات بنسبة 30% بيتم انجازها حاليا، ومصر حريصة كل الحرص ان تزيد معدل استثماراتها الى نحو 50% من خلال الاتجاه نحو المشروعات الناشئة في الطاقة النظيفة والمتجددة، باعتبار أن العالم كله لابد أن يقوم بدور فعال في حماية الكوكب من الآثار الضارة والناجمة عن التغير المناخي. انخرطت مصر منذ سنوات في بعض القطاعات المرتبطة بالاقتصاد النظيف كمعالجة المياه وإعادة استعمالها وإعادة تدوير النفايات المنزلية والصناعية، والانطلاق نحو مشاريع ضخمة وطموحة في مجال الطاقات المتجددة سواء الشمسية أو الرياح. اللي عملته مصر ان مثلا اطلقت المشروع القومي لتغيير السيارات، بتحاول بقدر الامكان تغير السيارات القديمه من وقود لاحلال الغاز الطبيعي، الطاقه النظيفه او المباني النظيفه من خلال الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح، كل دي عوامل بتقلل نسبه التلوث في الجو. المشروعات الخضراء اللي هي بتطلقها بتحاول دلوقتي تنظيف بالنسبة للتلوث الصناعي، بتحاول تقليله من خلال إقامة مشروعات كبيرة زي مثلا مشروع تبطين الضراع، بتحاول تلوث، لأن كل ده بينعكس على صحة الإنسان، وفي النهاية من اللي بيدفع الثمن الإنسان والدولة برضو، على إن الرعاية الصحية اللازمة لمعالجة الأمراض الناتجة عن الأشياء دي. الانتقال إلى الاقتصاد النظيف توجه يأتي منسجما مع الجهود الدولية في هذا المجال، وكذلك مع توصيات الهيئة الدولية لخبراء المناخ ومع أهداف التنمية المستدامة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من ملفات. دكتور عرفان، نعم. يعني ما هي أهمية الاتجاه للاقتصاد الأخضر؟ يعني ما الذي يقدمه للاقتصاد الوطني، ولماذا يختلف عن آليات الاقتصاد العادية ربما تكونش مكلفة أو يكون اقتصادياتها أكثر ربحا وأكثر
يعني هي طبعا اقتصاد قديم واقتصاد تقليدي. نعم يعني ما هو لماذا الاتجاه الى الاقتصاد الاخضر يكون مفيد لاقتصاد الدولة؟ بص حضرتك الاقتصاد التقليدي ده كان قائم على اللي هو قانون العرض والطلب. نعم. وكان قانون العرض والطلب ان انا في ظل انه العرض اقل من الطلب، الموارد قليلة نادرة، فكنا بنستعمل الموارد باستعمال سيء جدا. ان احنا الهدف المصلحة الآنية بتاعت المجتمع الموجود حاليا. التوجه بقى زي ما قلت لحضرتك، الفكر بقى اختلف تماما، ان انا بهذه البيئة شريك للأجيال القادمة كلها، فلابد ان كنا نبحث على ان احنا نغير فكرنا من زي مثلا كنا كان زمان اللي بيفكروا يقطعوا الغابات عشان يستفيد بيها، هو لما قطع الغابات واستفاد بها كخشب وبتاعه واستفاد بها عنيا، لكن هو حرم الأجيال القادمة من هذه الغابات، حرق أضر بالبيئة نتيجة لأنه حصل احتباس حراري. فإذا القصة أنك أنت ممكن تستفيد من هذا الاقتصاد، ولكن مع مراعاة أنك أنت لا تجير على حقوق الأجيال القادمة. ففكرة الاقتصاد الأخضر أن بيئة نظيفة، استعمال الطاقة، الطاقة عندنا احنا حضرتك كنا زمان نستعمل الفحم، ونذكر في احدى انه زمان في العمال في امريكا لما حاولوا يغيروا من الفحم الى الديزل عملوا مظاهرات كثيره لانه تعود على الفحم. فين بقى لما تقبلوا قصه الديزل فاحنا دلوقتي حاليا بنحط الفحم والديزل والبترول، كل دي بتطلع كربون سائل غاز اللي هو السام ثاني اكسيد الكربون اللي بيضر بالبيئه. فاذا طب احنا بندور على البديل، ايه البديل؟ انا ممكن عايز طاقه، في طاقه عندي متجدده عن طريق الرياح، عن طريق اندفاع المياه، عن طريق الشمس. اذا انا ممكن اوفر هذه الطاقه، تمام كده. طبعا الامر يتطلب انفاق بلا شك يعني، ودي بنوضحها، ده تحديات ومعوقات الانتقال الى الاستثمار الاقتصاد الاخضر من الاقتصاد التقليدي، ان احنا محتاجين انفاق، وبنغير كمان بنغير سيستم قائم. في الات ومصانع قائمه على هذه الالات، يعني زي ما قال في التقرير انه هو بدانا نغير السيارات عشان الكهرباء، لما مشروع اطلاقه الرئيس سعاده فخامه الرئيس الخاص بتحويل السيارات من بنزين الى غاز، والهدف كان برضو تقليل لان الغاز اقل ضررا من البنزين، وثانيا اقل تكلفه. فاذا هي للتحول الى الاقتصاد الاخضر هيوفر غير كده ثاني يا فندم. انا لما هو يكون البيئه كلها اقتصاد اخضر، يعني اقتصاد محافظ على البيئه، يعني عاكس على صحه المواطنين، تمام، يبقى انا بوفر بستثمر في صحه المواطنين، بستثمر في التوجه ان التوجه بتاع الاقتصاد بتاعي يستهدف الفئات الاكثر فقرا، يستهدف توزيع الدخول والعداله، يستهدف البطاله. من ضمن المتوقع من الامم المتحده طلبت من الدول العربيه بمناسبه، انا قلت انها طلبت تخصيص مبلغ معين في حدود 200 مليار دولار، طلبت كمان انه توفر 4 ملايين فرص عمل. وده كله بيحققوا مين؟ مفهوم الاقتصاد الاخضر. تمام. فاذا الاقتصاد الاخضر هيوفق هيحقق مزايا للمجتمع وهيحقق مزايا للاقتصاد الوطني اكيد وللاجيال القادمه. تمام. طب دكتور سيادتك ذكرت تحديدا الطاقه الشمسيه، ومصر يمكن اغنى دوله في العالم بالطاقه الشمسيه، اقيم على ارضها اول محطه طاقه شمسيه كانت تجريبيه من فتره طويله، يمكن اكثر من 100 سنه يعني احنا بنتكلم في الطاقه الشمسيه من فتره طويله جدا. هل في يعني في اشكاليه علميه في انتاج الخلايا الشمسيه؟ هل هي تكلفتها عاليه؟ هل من يعني في امل في المستقبل العلم يجد حلول لمساله التكلفه أكيد او يغير طبعاً من العناصر المكونه للخلايا الشمسيه تكون ارخص شويه؟ اكيد طبعا، هو تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسيه ان هو انتاج طبقه من مواد كيميائية معينة لها القدرة على تجميع الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربية. في الحقيقة يعني طبعا في مصر هنا فيه اللي هي في أسوان المحطة بنبان، طبعا دي حاجة يعني رائعة جدا يعني، وزي ما دكتور أستاذنا دكتور عرفان قال يعني إن التوجه الدولة التوجه ناحية الاتجاه الاقتصاد الأخضر
واقتصاد الأخضر معناه بدائل للطاقة لا تعتمد على الوقود الأحفوري. بالنسبة للخلايا الشمسية في مصر طبعا احنا عندنا المادة او يعني المصدر للطاقة اللي هو الشمس موجودة باستمرار تقريبا في مصر، ومدى سطوعها عالي جدا، ونقدر نستغل الكلام ده وتحويله الى طاقة شمسية، وهو فعلا موجود دلوقتي، وفي ابحاث عن الكلام ده، وفي ابحاث دلوقتي عن تأثيرات البيئة على الخلايا الشمسية دي. يعني مثلا ممكن يبقى في مصر عندنا رياح الخمسين مثلا في بعض المواسم في بداية الربيع وكده، او رياح فيها أتربة او فيها رمال، فتعمل زي خدوش على سطح الخلايا الشمسية دي، فتؤدي الى تشتت الضوء، وبالتالي ما نقدرش نحصل على كمية اكبر. دلوقتي في مشاريع بتقدر تتكلم في الكلام ده، وعندنا في جامعة القاهرة مثلا طبعا يعني في توجه بان احنا نبقى الخطة بتاعت الجامعة انها تبقى مع خطة الدولة 2030 وتمويل مصادر للطاقة زي مثلا الوقود الديزل الحيوي زي ما قلت لحضرتك، وبرضو موضوع تطوير الغطاء اللي هو الطبقة اللي بتغطي الخلايا الشمسية، وانها تبقى مقاومة للظروف البيئية المحيطة بيها. ده برضو مشروع مع كلية العلوم، يعني مع الدكتور أحمد عبدو عميد الكلية، وأنا زي ما بقول لحضرتك إن الخلايا الشمسية وطاقة الرياح مصدرين رئيسيين إحنا ممكن نعتمد عليهم، ومع الوقت يعني ممكن ياخدوا دور أكبر في مصادر الطاقة اللي بتحتاجها الدولة يعني إن شاء الله. لكن هو ليه ما يعني ما حصلش توسع في مسألة الخلايا الشمسية؟ هل في إشكالية متعلقة بالتكلفة أو صعوبة في التصنيع؟ يعني مثلا بنسأل ليه ما فيش مصنع في مصر يكون بيصنع الألواح الشمسية؟ عم بيستورد معظم معظمها طبعا زي ما حضرتك عارف. منتجات كثيرة جدا يعني بتنتج في الصين بتكلفة أقل من التكلفة اللي احنا عملناها هنا، بس زي ما دكتور عرفان قال احنا محتاجين إنفاق ان نوصل عندنا هنا التكنولوجيا اللي هي النو هاو، ازاي الحاجه دي بتتعمل، وازاي ان انا اطور فيها وتبقى موائمه للبيئه اللي انا فيها. يعني ممكن مثلا في اوروبا ممكن يبقاش عندهم الرياح اللي بيبقى فيها التراب او فيها مثلا الخدوش اللي ممكن تحصل على سطح الخلايا الشمسيه، فاحنا هنا محتاجين فعلا ان احنا نطور او نبدا من حيث انتهى الاخرون، مش هنبدا نخترع يعني العجله من بدايتها. تطوير للخلايا الشمسية والتكنولوجيا معروفة، إنما إحنا محتاجين نطور بما يلائم البيئة بتاعتنا. بما يلائم البيئة، فإحنا مش عايزين إحنا نستورد حلول جاهزة، إحنا عايزين الحلول بتاعتنا تبقى نابعة من البيئة المحلية بتاعتنا. وأنا شايف يعني وعندي يقين وإحساس إن شاء الله إن إحنا على الطريق الصحيح لإنتاج يعني الطاقة، وإنها الطاقة الشمسية طبعا تحولها لطاقة كهربية، وإنها تاخد دور أكبر كمصدر من مصادر الطاقة المتطلبة في الاقتصاد الوطني يعني إن شاء الله. طب اسمحوا لنا يعني نعرض لتقرير، نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله نستكمل هذا الحوار في هذه الحلقة من ملفات.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من ملفات. دكتور عرفان، يعني إحنا ضربنا على 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 سبيل المثال بعض المجالات اللي ممكن أن تشكل نواة للاقتصاد الأخضر، يعني حضرتك ذكرت الصوبات الزراعية ومشروعات الطاقة الشمسية وغيرها. إيه المجالات الإضافية بالإضافة لما ذكرنا؟ هو المجالات يعني نقدر نتكلم في أول حاجة مجال النقل. نعم. ده من أهم المجالات اللي ممكن نوجه ليه الاقتصاد الأخضر. نعم. لأنه مجال النقل ده من أكثر المجالات اللي هي ممكن من خلال استعمال الطاقة ومن خلال بتضر بالبيئة. مجالات مجال الصناعة كامل، مجال الزراعة، مجال المياه. لأن احنا عندنا كوزات خمس مصر كمان تعرف ان احنا عندنا من الدول اللي هي تعتبر عندها شح مائي. كيفية الاستفادة من المياه بتاعتك وكيفية انك انت تحافظ عليها وكيفية انك انت توفر يعني تحافظ على من خلال تبطين الترع مثلا. ده يعتبر جزء توجيه للاستفاده مشروعات للاقتصاد الاخضر، لما تبطن الترع وتمنع عنها الميكروبات وتمنع عنها الحشرات وتمنع عنها كذا، بتحافظ على قدر المياه، ما فيش تسريب. موضوع تدوير المخلفات بالذات، تدوير المخلفات الصلبه من مهم جدا جدا، يعني هذا الامر جدا يعني. عايز اقول لك في بعض الدول على سبيل المثال بتدي دعم واعانات للمشروعات اللي هي التدويرات اللي بتشتغل على تدوير الصناعات، لدرجة ان هو احيانا بعض الشركات بتفتخر انها بتستعمل اكياس تم عادة تدويرها، شوف كده عشان ما يحافظ يمنعوا النفايات. في بعض الدول بتفرض ضريبة على الشركات اللي بتستعمل الكربون الغازات السامة، بتفرض اسمها ضريبة الكربون. واحنا مطالب برضو من خلال هذا البرنامج ان مصر تفكر من خلال النشاط التشريعي تفرض هذا الضريب او تدي حوافز للشركات اللي بتتم اللي هي بتسلك اللي هي تتخصص في الاقتصاد الاخضر او اخضر للطاقه الخضراء. الطاقه الخضراء. فمجالات الاقتصاد الاخضر متعدده، مش بس مجالات ان احنا قصر على الزراعه، بس مجال الزراعه طبعا مجالات مهمه جدا اللي احنا برضو قطعنا شوط كبير فيها. مجال الصناعه، مجال الطاقه، زي ما قال معالي الدكتور محمد بيك سعاده ان احنا قطعنا شوط كبير، احنا عندنا اكثر من مكان للطاقه الشمسيه. صحيح. والرئيس نفسه متابع هذا الموضوع، وعندنا في طاقه الرياح في اسوان في الزعفرانه طاقه الرياح. صحيح. يعني صحيح. وعندنا السد العالي حاليا. صحيح. بنفكر ان احنا ازاي نستفيد بيه اكثر، برضو عندنا برضو قناه الاسيوط ممكن نستفيد منها من خلال يبقى توليد مياه اخر، توليد كهرباء اخر مع السد. نعم. نعم. طيب دكتور محمد، يعني زي ما ذكر دكتور عرفان وزي ما معروف، يعني احنا كلنا عارفين احنا عندنا مشكلة في مسألة المياه. وهناك اتجاه لمسألة تحلية مياه البحر. ومعظم محطات اللي اتبنت تقريبا بتشتغل بالأزموتيك بريشر اللي هو الضغط الأسموزي. لكن يقال يعني ان هو المسألة دي مكلفة، يعني تكلفة متر المكعب من المياه تكلفة عالية يعني. فهل هناك آليات علمية لتخفيض التكلفة او تقليل هذه الطريقة أو تغيير في هذه الطريقة بحيث يكون مسألة التحلية دي تكون أقل تكلفة؟ طبعا موضوع المية من الموضوعات الرئيسية، وهو يكاد يكون ذو نفس الأهمية مع الطاقة يعني، والاثنين قارنين توأم يعني. الطاقة والمية يعني أو تحلية المية أو إعادة تدوير المية محتاج طاقة زي ما حضرتك قلت، وإعادة أو يعني استخدام مية البحر أو تحلية مية البحر اللي بيسموها الديسالينيشن بتعتمد على طريقة اسمها الضغط الأسموزي العكسي. إن أنا بخلي مية البحر تعدي من غشاء شبه منفذ، فتعدي جزيئات المية ولا تسمح بمرور الملح اللي هي المادة الملحية الدايبة في المية. فده محتاج طاقة، واخد بال حضرتك؟ طاقة تشغل التوربينات او تشغل المضخات اللي بتعدي المياه بالظبط. فطبعا ده ممكن يبقى جزء مع الطاقة اللي هي المستدامة. لو ولدنا طاقة مثلا من الطاقة الشمسية او من طاقة الرياح، طاقة كهربية تقدر تدور المضخات دي، وبالتالي تقدر تشغل محطات تحلية المية. الاثنين مع بعض تماما. التكنولوجيا في الموضوع هي في الغشاء ده،
واخد بال حضرتك، ان هو يبقى له عمر طويل وفي نفس الوقت ما يعديش كميه من الاملاح تخلي المايه اللي عدت دي فيها ملوحه وتبقى محتاجه معالجه مره اخرى يعني. ففي طبعا مراكز بحثيه في مصر شغاله على الكلام ده، وفي طالب اشتغل معايا على تنميه الغشاء ده ومبني دلوقتي على النانو تكنولوجي، وطبعا ده دلوقتي داخله في مجالات كتيره جدا اللي هي تكنولوجيا النانو، اللي استخدام المواد في حجم صغير جدا، واحد من ألف من مليون جزء من المتر، بتبقى لها خصائص كيميائيه وفيزيائيه وبيولوجيه مختلفه عن المواد في الصوره اللي هي الماكرو سكيل اللي هي الكبيره يعني. فطبعا موضوع تحليه الميه هو مرتبط تماما بتوفير مصدر للطاقه لتشغيل هذا النظام. في بدل ما ممكن نعمل تحويل الى طاقه كهربيه، والطاقه الكهربيه نعمل بيها مضخات التحليه، ممكن نعمل اللي هي عمليه تبخير الميه. تبخير الميه برضو بتكثيف الطاقه الشمسيه ورفع درجه حراره ميه البحر مثلا في يعني أوعية خاصة بهذا الأمر يعني، فبتبخر المية، تطلع المية نقية وبتسيب المية بالأملاح موجودة تحت. فيعني الطاقة الشمسية احنا ممكن نستغل منها الجزء الحراري أو الجزء اللي هو المنتج للطاقة الكهربية، وفي كلتا الحالتين مصر عندها يعني أعتقد يعني احنا عندنا الشمس موجودة في طول السنة وموجودة في أماكن كتير جدا في مصر، سواء حتى مناطق ساحلية أو مناطق صحراوية. والكلام ده ممكن يساعد زي ما قال أستاذنا الدكتور عرفان في تنمية الصحراء والزراعة مثلا الصحراوية، إن ممكن ننتج مية محلاة باستخدام الطاقة الشمسية وتستخدم في التنمية الزراعية، وطبعا ده حاجة تبقى يعني إضافة جيدة جدا لاقتصاد الأخضر في مصر إن شاء الله. طب اسمحنا نشوف آخر تقرير أعد الزميل هادي سلامة رصد فيه الأبعاد البيئية للاستثمار الأخضر، ونرجع تاني في هذه الحلقة من ملفات. في ظل التحديات المتنامية لظاهرة التغير المناخي، تتجه الأنظار صوب إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية الخضراء لتحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة صديقة للبيئة والمناخ تتسم بالاستدامة والمسؤولية. هذه المشروعات تتحقق تنمية مستدامة في وتحقق ميزه تنافسيه لها في الاقتصاد، كما انها تقلل من الاضرار الناتجه عن الانبعاثات التي تسببها في عمليات الوقود الحيوي، استخدام الوقود الحيوي والتقليدي. الدوله طبعا تتوجه الى التوسع في تمويلات المشروعات ذات المشروعات الخضراء اللي هي تتعمل التي تقوم على زياده الانتاجيه مع تقليل الانبعاثات الدار. هذه المشروعات تساهم في توفير فرص عمل متاحة، كما أنها أن هذه الفرص العمل مستدامة وتجذب استثمارات عديدة للاقتصاد المصري. تخطط مصر لتسريع انتقال اقتصادها نحو نمو من أكثر استدامة، وذلك باعتماد سياسات تدعم الطاقة المتجددة، لا سيما مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وهو مجموعة من المحطات الشمسية يضم 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجا وات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لدعم الانتقال الأخضر. في توجهات رئاسية بزيادة مخصصات الصرف على المشروعات الخضراء في الاقتصاد المصري، وحسب ما قالت وذكرته وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد، إن بالخطة الاستثمارية لعام 2021 تمثل نسبة الاستثمارات الخضراء في الخطة الاستثمارية 15%، وتستهدف الخطة الاستثمارية العامة للقادم 2021-2022 اللي زادت هذه النسبة إلى 30% لتصل 50% بحلول عام 25، إلى أن تصل نسبة 100% بحلول عام 2030. ويبقى التمويل عاملا حاسما في بناء اقتصاد أخضر مستدام مزدهر، وذلك في ظل تطبيق مبدأ أساسي يتعلق بالمسؤولية المشتركة للجميع، حكومة وقطاعا خاصا ومجتمعا مدنيا. أعزائي المشاهدين.
المشاهدين أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من ملفات دكتور عرفان. نضرب مثلا يعني فيما يتعلق بهذه المسألة، يعني عندنا مشروع تحويل السيارات من الوقود العادي التقليدي إلى السيارات الكهربائية وسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، في تقديرك ما هو مردود هذا الأمر على الاقتصاد الوطني؟ طبعا بلا شك احنا لو زي ما قال معالي الدكتور محمد سعادة، لو قدرنا نوفر الطاقة البديلة وهتبقى طاقة رخيصة جدا مش مكلفة عن الطاقة، في الحالة دي انا حضرتك بوفر مليارات اللي كانت تتجه للطاقة التقليدية للبنزين والغاز بحولها للطاقة الكهربائية. فاذا هنا وهذا هو الاقتصاد الاخضر، لان انا في حواري مع الدكتور محمد قبل الخروج للاستديو ان الطاقة الكهربائية لو كانت مصدرها ديزل ما عملناش حاجة، لكن لو كان مصدرها طاقة متجددة يبقى انا هنا في الحالة حفظت على البيئة هو الاقتصاد الاخضر، ووفرت قدرات كبيرة للاقتصاد، لان لما نعرف ان احنا ما زال رغم ان احنا حررنا سعر اللي في دعم للمحروقات، فما زال دعم المحروقات، فانا هنا في الحالة دي بوفر طاقة كهربائية متجددة صديقة للبيئة، وفي نفس الوقت بوفر على الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة كانت تروح للبترول. تمام. طيب دكتور محمد سعادة، يعني نظرة العلم للمستقبل، يعني هل نتوقع في تسارع طبعا في حركة العلم والابتكارات وغيرها، هل يعني نتوقع أن يصل العلم إلى ابتكارات حديثة فيما يتعلق بطاقة رخيصة طاقة نظيفة، فيما يتعلق مثلا بتغيير في آليات اقتناص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الأمور؟ أكيد طبعا في أمل، وأمل كبير جدا، خاصة في ظل التعاونات القائمة دلوقتي بين الجامعات والمراكز البحثية في مواضيع الطاقة المتجددة ومواضيع برضو البحث عن بدائل للطاقة. هي بدائل للطاقة موجودة، إنما زي ما قال دكتور أستاذنا دكتور عرفان إن ممكن تبقى تكلفتها أكتر من العائد المردود الاقتصادي بتاعها. فالعلم بالتعاون دايما نقدر نوصل ان شاء الله لأهدافنا. ودلوقتي في مثلا بعض الجامعات الخاصة زي الجامعة البريطانية أنشأت كلية جديدة اسمها كلية هندسة الطاقة والبيئة، وفيها قسم خاص بالرينيوبل انرجي، سواء كان اللي هي الطاقة المتجددة سواء الكهربية أو الميكانيكية أو الكتلة الحيوية اللي هي استخدام كل ما هو متاح مثلا وله أصل بيولوجي أو أصل طبيعي كمصدر للطاقة، زي الإيثانول الحيوي اللي هو الكحول الإيثيل الحيوي مثلا أو البايو ديزل. الحاجات دي ممكن نعتبرها إلى حد ما مصادر متجددة، لأن مثلا لو أنا هجيب الوقود الحيوي ده البايو ديزل ده من زيت مثلا من نبات، دورة حياة النبات سنين، مش زي البترول محتاج مئات السنين عشان يتكون، فأعطى نسبيا ده أقدر أعتبره مصدر متجدد للطاقة. فبالتعاون بين الجامعات المجموعات البحثية في الجامعات والمراكز البحثية في مصر والتكامل النظرة التكاملية، بالإضافة طبعا للدعم من أكاديمية البحث العلمي اللي بيشجع دلوقت كتير جدا البدائل الطاقة والمشروعات المبنية على الرينيوبل انرجي اللي هي الطاقة المتجددة، وبيشجيع جدا للشباب بأفكارهم ان ممكن يطلعوا أفكار ليها تطبيق، والكلام ده مبشر جدا في الحقيقة، وهو توجه يعني محمود في ان شاء الله. أتمنى ان شاء الله بإذن الله المستقبل يحمل حلول لكل المشاكل التي يعاني منها العالم ان شاء الله باذن الله. لكن انتهت هذه الحلقه من ملفات. في الختام اشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو، الاستاذ الدكتور محمد سعاده استاذ الكيمياء الفيزيائيه بكليه العلوم بجامعه القاهره. شكرا جزيلا لحضرتك. واشكر ضيفي الاستاذ الدكتور عرفان فوزي الباحث والخبير الاقتصادي والامين العام للجمعيه العلميه للتشريع الضريبي. بنشكر حضرتك دكتور عرفان. شكرا. وفي الختام ايضا اشكر مشاهدي الكرام في كل مكان، ولكم تحيات زملائي خلف الكاميرات على رأسهم الزميلة المخرجة أمال عليوة، وتحيات زميلي رئيس التحرير علي أبو زيدان، ولكم تحياتي عصام الفرموي.